في هذا الوقفه هذه اذا النقد الدولي النقد الوطني للحاويات ونقد المستخدمين اذا ولكن هذا ما كيعنيش ان انا نطلت من البراق ديالها صافي اذا هذا البراق ديال الجامعه ويمكن ان انا نطلت من البراق ديالها هي البراق ديالها تظهر المشاكل ديالها كنقد دولي. اليوم كان عندنا اجتماع طارئ ديال الجامعه الوطنيه للنقد المتعدد الوسائط قطاع النقد الدولي قطاع النقل الوطني قطاع النقل المستخدمين على اثر ارتفاع المهول ديال الاسعار ديال الغازوال اللي اثر مباشره على تكلفه النقل ديال المقاوله المغربيه واصبحت المقاوله المغربيه مهدده النقليه مهدده بالافلاس وان جميع المهنيين اصبحوا كيشتكوا من هذا ارتفاعات المهوله رغم ان الحكومه انها قامت بواحد المجهود في بدايه ديال الازمه انها بغات تقدم واحد الدعم الصناعي الا ان الدعم كنقولوا كان غير كافيا وكان هذا الدعم هذا حنا كنا كنتواصلوا مع الساده المسؤولين ومع الساده الوزراء وكنا كنقولوا بغينا نعرفوا كيفيه الدعم ولا ما كيساعد التخصص وشنو القيمه ديالو الا ان كان دائما هناك هروب ديال المسؤولين من الاجوبه ديال الاسئله ديالنا ما بغاوش يحددوا لنا القيمه ديال الدعم ديال كل قطاع والمده ديالو الا اننا كنتفاجئوا في التصريحات الاخيره ديال الناطق الرسمي بالحكومه كيقول بان الدعم غيكون لمره واحده وكيقول بانه اذا ارتفعت الاسعار مره اخرى الغالب الله لا يمكن للمسؤول الحكومي انه كيشوف بان الاوضاع الدوليه مضطربه الاسعار مضطربه في العالم انه سيكون الحكومه عندها تصور عندها رؤيه واضحه للمستقبل عندها خطه بي دائما في اي حكومه في العالم كيكون عندك خطه او خطه بي في حاله ارتفاع الاسعار شنو الحكومه تعمل باش تخفف من العبء والثقل ديال الاسعار المرتفعه لهذا شفنا بان الحكومه عطات وحمت واحد الضجه اعلاميه على اساس ان المهنيين استفدوا مع العلم ان كنقولوا حنا كقطاع المهيكل قطاع النقد الدولي وقطاع النقد الوطني وقطاع النقد المستخدمين نحن لا نريد دعما ماليا من الحكومه نحن نريد ان الحكومه توكبنا قانونيا نريد من الحكومه ان تحدد التعريفه المرجعيه يعني تحددنا التعريفه ديال النقل من طنجه الى اكادير من طنجه للدار البيضاء من اكادير الى فرنسا الى انجلترا الى المانيا هذه التعريفه لما تحدد الحكومه اننا غنكونوا شويه وكاين واحد النوع ديال بحال نقولوا استقرار ديال المقاوله النقليه كذلك كنقول الحكومه حنا كنطلب منك ان احداث قانون ديال المقايسه احداث مؤشر الغازوال اذا طلع الغازوال تطلع الفاتوره ديالك، إذا نزل الغازوال تنزل الفاتوره، إذا كنقولوا بغينا المقايسه، بغينا التعريفه النقلية المرجعيه، بغينا الغازوال المهني، عينا ما نطلبوا الغازوال المهني، رغم أن الدول الأوروبيه كتعامل بالغازوال المهني مع المهنيين ديالها، بغينا أيضا أن الحكومه راه المقاوله النقليه ماشيه للإفلاس. راه جميع المقاومة النقلية ماشية للإفلاس، أولا صلاح خرجنا من الأثر ديال التداعيات ديال كورونا، اليوم ارتفاعات المهولة للأسعار المحروقات، حنا عارفين الظروف الدولية شنو واقع فيها، ولكن الحكومة خصها تكون عندها تصور، عندها رؤية، إذا كنقول للحكومة الله يخليك بغينا هاد المطالب تحقق، إذا ما تحققتش هاد المطالب هذا، حنا كنقولوا بصراحة قطاع النقد الدولي راه ما يمكنش يستمر، لأن ما كاينش واحد التنافسية شريفة بيننا وبين مقاومة النقل الاجنبيه لان مقاوله النقل الاسبانيه او الفرنسيه او الايطاليه تلقت دعم مباشر من الحكومه ديالها وعندها امتيازات كثيره ما يمكنش ان الاساطير الاجنبيه كتلقى الدعم من الحكومه ديالها وانا كتجي الحكومه وتعطيني واحد الدعم ملغم لا كنقولوا باش تكون متنافسيه مع المقاومه الاجنبيه وباش نحافظوا على الاسواق المغربيه وما خصناش غدا بعدو المقاومه النقليه المغربيه تموت وتبقى الاساطير الاجنبيه لما تبقى الاساطير الاجنبيه عترتفع التكلفه ديال النقل حنا بغينا نحافظوا على الاستقرار ديال 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 الاقتصاد الوطني ونساهموا فيه ولكن كنطلب الحكومه ان تلتزم معنا وتحل معنا المشاكل ولهذا الجامعه قررت انها توقف عن العمل يوم الاربعاء على الساعه 10 صباحا توقف لمده غير محدوده الى حين الجلوس مع في طاوله الحوار مع الحكومه ونجدوا حلول مناسبه لمهنيين النقل هذا الاجتماع جاء بعد الحوارات واللقاءات الماراثونيه اللي عملناها مع المسؤولين على المستوى المركزي مع وزير النقل ومع وزير الماليه مكلف الميزانيه
من اجل حل ايجاد حل معضله الارتفاع المهول ديال مدرسه الغزوان، الا اننا فوجئنا في الاخير فوجئنا بدعم بسيط، دعم لا يرقى الى طموحات المتضررين. وجاء هذا الاجتماع الان واللي خرجنا فيه بقرار الاضراب من اجل ايجاد، لا نريد الاضراب من اجل الاضراب، وانما يعني اصبح المهنيون امام الباب مسدود. لذا نطالب من هذا المنبر المسؤولين لايجاد حل عاجل، والا لاننا لا نستطيع ان نشتغل الان بهذا السوم الذي وصل للقزوه الان، ما نقدروش نزيدوا قدام، ما يمكنش نشتغلوا. لذا نطالب المسؤولين من هذا المنبر بايجاد حل في اقرب وقت، والا فالاضراب هو قد تقرر يوم الاربعاء 6 ابريل.